وجل أن يطيل لنا بقاءه وأن يمتعه بالصحة والعافية. شيخ عموم قبيلة التوغرة وقبيلة العبد بهذا اللقاء العربي المشرف، عملا بقول رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأنني عربي والقرآن عربي والعربية لغة أهل الجنة. تعالوا بنا ليكون اللقاء المنفرد مع دعامة من دعامة الإذاعة المصرية والقارئ الملقب بملك المقامات، لأنه يحملك على متابعة تلاوته بشغف وارتياح، تارة حين الوقف وتارة حين الابتداء، لأنه قارئ من أوفى القراء. شرفت به وزارة الأوقاف عالما معلما جليلا، فهو قارئ وعالم يجمع بين طيات علوم الدنيا والآخرة. يبشرنا القرآن الكريم بأصوات النبي تثلج الروح وتسعد الفؤاد، وتبشرنا الإذاعات المصرية في فجر الأربعاء القادم إن شاء الله على الهواء مباشرة، سائلين الله عز وجل له التوفيق والقبول في لقاء مع ملك المقامات والأكثر شعبيا عبر الدول الإسلامية والوطن العربي، القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربية. تفضل فضيلته. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء. بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء
وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهو على كل شيء
السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله عليك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لا
بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله بل الله وكن من اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه وما قدر الله حق جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه سبحانه
سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات إلا من شاء الله ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربنا ووضع الكتاب وجيء بالنبي والشهداء وقضي بينهم بعد ما عندكم بعد ما عندكم يا باشا بعد ما عندكم اسلام يا اخي ان شاء الله ان شاء الله حاضر.
حاضر الله الله يرحمه رحمه واسعه. واشرقت الارض بنور ربها. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وعدنا وإياكم يا رب وعدنا وإياكم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وترى الملائكة
العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو لا صدق الله العظيم غافر الذنب فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا وقابل التوب وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له شديد العقاب نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم العلم الذي طاف بنا من سورتي الزمر وغافر الدكتور عبد الناصر حرك قاري الإذاعة والتلفزيون العربي والأكثر شعبيا على ساحة التلاوة بمصر الوطن العربي في الدول الإسلامية سائلين الله له القبول والمزيد في ليلة تعلو بأرواح القرآن الكريم خفاقة عالية تكريم حرم الشيخ سليم الدلح شيخ قبيلة الدوغرة وعرب العبد سائلين الله لزوجته الرحمات وسعة المغفرة مشاركين لأبنائه وأسرته وإخوته وأصغاره وعموم القبائل العربية بالحسنية بالشرقية والقنطرة بالإسماعيلية شاكر لعموم القيادات الشعبية والسياسية والدينية التنفيذية وكل عمر ومشايخ القبائل العربية بجمهورية مصر العربية أشكر باسم الشيخ سليم الدلح وأبنائي مشاركين معلم سلمي سليم الدلح معلم محمد سليم الدلح حاج علي سليم الدلح أستاذ سليمان سليم الدلح عضو نقابة المحامين أستاذ إبراهيم سليم الحاج حميد صالح ربيع يتقدمون للجميع بعموم مشاركي العزاء بأسمى آيات الشكر لكم على مشاركتكم لنا في هذا العزاء
اشكر امبراطور الصوتيات الاذاعية بالشرقية الحاج سيد ابو الورد واولاده بالاشتراك مع الحاج حسن القرني، واشكر باسمكم لؤلؤة السرادقات عبر مخازن فراشة الحاج محمد عبد العاطي بالمطرية، لؤلؤة ارض الشرقية واضخم محطات الديزا الكهربائية الاستاذ سيد سالم بهية، خدمات الفندقية لجيران بوفيهات الشرقية المتر احمد الحصري، الاخراج البارع لهندسة التصوير العالمي المهندس اشرف العيسوي. ايها الاخوة المؤمنون، القرآن يحلو كلما كررته، ولذاك عدت مكررا لحلاوته. من القرآن الى القرآن متمتعين لتصغى القلوب والارواح مع علم التلاوة بمصر والوطن العربي وسفير قراء مصر بالخارج. هذا العلم الموهوب بقوة ادائه وجمال صوته، والمتخرج من بيت عشعش في جدرانه القرآن، فضيلة القارئ الدكتور محمد عبد البديع السعدني الاذاعي الكبير نجم مركز ابو كبير بالشرقية، تفضل مشكورا.